اطلع 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 فضيحه اطلع فضيحه اطلع. اهلا وسهلا شباب. اوه ما يغركم القميص اللي انا لابسه، ما معي احلق، فلازم نبلش ندور على شغل عشان لازم اصير بني ادم. اي اسالوا سلال. يعني حاليا انا في امريكا، لازم يكون في كم من طريقه نطلع فيها فلوس. لازم اشتغل، لازم اعمل بي بي بي، اعمل اشي مش عارف ايش اعمل. فلازم ابلش ايش ادور على شغل. تعرفوا انا عم بصور انجليزي، كنت لازم دائما احاول اتذكر اني احكي انجليزي لانه مش متعود، بس هلا رجعت براحتي اكثر. ناتشي الكاك سفاح. لازم نشوف سلوى شو اخبارها. سلوى انا بعرف كيف انادي عليها. اجوا انت والبوي فرند تعالوا. شايفيتهم الكاميرا؟ لا لا مش كثير، مش مبينين؟ مبين انه في مي جاي. البني الكبيرة سلوى، البني الصغيرة بنتها، بنتها صار معها صاحبها السافل، وهديك اتجوزت. هيو طلع، هيو ماشي الكلب هذاك هناك. يلا سلام شباب. لا ما ترجعوا، ما علينا، خليني اروح انا اشخص بالقميص. فحين هلا برجع لكم، بدي اطلع على البرندة شوي اعمل حالي عم بقرا كتاب عشان جارتي تشوفني. يلا سلام. انا سلال عم بستناني بالسيارة. تأخرت عليك؟ لا ما تأخرت. جاهز للبرد؟ اي برد. هل الحرارة برا 43؟ ايه. قد ايه رح يصير؟ فهرنهايت ما بعرف، حيصير بالثلاثينات. اروح اجيب كمان جاكيت؟ جيب لك جاكيت، هذا مو جاكيت. هلا برجع. شباب رح يكون الدنيا برد وانا لابس بس الهودي لابس، بتعرفوا لانه سفاح جدا. او ماي جاد. اسف شباب تحمست شوي بس يعني ايش الوضع؟ والله سكسي. بستاهله ولا لا يعني؟ ايه؟ حس حالي مليون دينار. والله شباب تعرفوا كنت حزين لما تركت القناة العربية. اورجيهم السعر ولا بلاش يخافوا؟ بلاش ما يخافوا، بلاش ما يخافوا. يعني معك مصاري. ايش؟ انت بتشوفني انا هيك مشخص وكذا، بس انا ما معي احلق فعليا يعني. رح نام بالشارع كمان شوي انا شباب. هاي كيف بدي اقصها؟ ايه ولك هاي الفراقة من امبارح، من هداك اليوم. ايش يا سلال؟ شو دخلني انا؟ شباب ورجيهم الفيديو، خليني اورجيكم ايش قصة القروش هدول. سفاحين احنا اليوم رايحين على جزيرة بين كندا وامريكا اسمها بل ايل ايلاند بارك. بل ايل ايلاند بارك. ايوه. شكرا. هذول بدهم يحكوا لنا ندفع؟ مش حدا، مش حدا، خلص روح ادعس. مع السلامة. احنا وصلنا على نافورة معروف انه فيها كتير فلوس، بتيجي الناس برموا ربع دولار بتمنوا امنية، انا عم بدور على شغل، فاحنا جايين نطلع الفلوس اليوم انا وجيمي. بس يا نور يا زلمة. جغل قروش. ولاد الكل. ايش قروش؟ مين بلمهم؟ نور. ما تبذل لو سمحت في شغلنا. سلال هلا بنرجع. بس نجيب كف. ما في فضايح، ما في فضايح، هاد شغل، الشغل مش عيب. والله ما قرش قرش. هات جيبه جيبه. طب امسك شوي الكاميرا. بس يا نور. اوه مصاري. والله ناجي لقينا نحن بزنس. والله لقينا بزنس. شايفين شباب اللي بيجي على امريكا ايش بصير؟ تلاقوا فلوس بالشارع. بالشارع بتلاقوا فلوس. امنيتي يتحقق انا ناجي نحف. ناجي ايش اني اذا بطلع هناك بسرعه 20 دولار. احكوا والله. والله لا استنى، الها ممر؟ لا من هون هيك بالمي. بالمي. واجيب لك المصاري اللي هناك. ايش اني 20 دولار. احكوا والله. والله بتحداك انك تدخل بالمي وتطلع هناك. اعطي المصاري يا محمد. خذ امسك شوي الكاميرا. اذا جيمي دخل بالمي هون وطلع لهناك له 20 دولار تسبح. لا مش اسبح، انت لك اني اطلع هناك مش اسبح. شو الدنيا موت، بموت برد. هاي 20 دولار خليها معك زازو، هاي تحدي شباب. خذ محمد خلي المصاري معك. شو مات. شو بتعمل انت؟ انا بورجيكم. يا الله فضايح يا زلمه. شو بارد يا زلمه.
وين المصاري؟ مصاري موت مليان فلوس؟ والله امسك سلال. سلال تعال. والله اجوا فتي عشاتين واحدة جاي. والله نوى خذ سلال امسكهم امسكهم بسرعة في واحدة جاي بسرعة امسك حطهم جيبتك هذول. He won $20. All that. Congratulations. اطلع 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 اشوف. سامحونا بس انا عندي امنية كمان. روح اتغدى يا اخوان. يلا نروح نشتري بيتزا. استنى شوي. لا خليك شوي سلال استناني ألم لي الغداء انا كمان. لا انا بكفي فضايح. روحوا دقيقة دقيقة سلال بجيب لك بجيب لك معي بجيب لك. لا ما بدي. بجيب لك سندويشة عصير. بجيب لك عصير. فضايح فضحت حالي كفاية. بدك عصير تشرب عصير؟ انا بيبسي مثلا. بيبسي؟ اسم الفيديو لقينا فلوس بالشارع. ايه جبت؟ شو جبت؟ خمسة؟ طيبهم. قد ايه الغلة اليوم؟ هي هدول $5 معلم. $5؟ بس في كمان هدول بتجيبوا لنا كاسة عصير معلم. يعني ولعت. دخلنا على النافورة طلعنا $6. $5.43. حلو نور فضحتونا. احنا فضحنا؟ انا فضحت حالي. انا فضحت حالي. العرب. انا حالة. فضحت حالي يا اخوان. عنده مره جاي احكي مكسيكي او لا ما ازرع تحصد. احنا زرعنا اليوم ما شاء الله طلع الغل اليوم شباب. وانا هي غلتي يا اخوان. الحمد لله قدرت اعوض خمسة بدالها. بس والله بومبستك تشتروا سيارة من النافورة. انا لي مصلحة باجي كل جمعة باجي بالليل. يومين بالاسبوع بنيجي انا وياك. بعرف كاش ناجي. نسمي الفيديو اشتريهنا سيارة من فراطة في الشارع في النافورة. والله انا ما بهمني العنوان بهمني انه يلا نشتري سيارة. انا ما بعرفهم هدولا ولا بيعرفوني. هذا بيقرب ليش كمان. انا صراحة اهلي تبنوني. اهله تبنوني. عشان هيك نوري. السبت تكون فاضي. اجي الجمعة بالليل. بتيجي انت الاربعاء بالليل. تيجي تساعدنا؟ لا. ليش؟ مين والله انت؟ اسمع والله ممكن على فكرة. يعني انا اتوقع هاي لو فضيناها كاملة منجيب لنا يمكن 100 $50. لا 100. 100؟ 100 منجيب لو فضيناها كاملة. لا لو فضيناها بتجيب لنا 100. ليش ما فضيناها طيب؟ تخيل مثلا نصير نجيب في الاسبوع 200 حق السيارة 1000. حق السيارة 1000؟ والله بشهر منجيبها معلم. جد منجيب لنا كورولا شيء ماكل خرا $800. اي مناطق غريبة راح اروحها شباب راح اصور لكم. هاي بحيرة داخل جزيرة. هذا اغبى مكان بنيجي عليه. شفنا فراشة قبل ما تصير بني ادم. دودة الربيع هي شكلها زي الفراشة قبل ما تنولد. خبيله يا خبيله يا خبيه خبيه سلال. جبنا لك هدية. جبنا لك هدية. ليش؟ هيك رجعها بدي اعلقها بغرفتي. شفناها بالشارع. شفنا جنط مرمي بالشارع جبنا لك اياه. والله انه احنا كويسين. والله انه احنا مناح ولاد حلال. هاي ايش؟ كبير اساس. شباب عمركم شفتوا بيك اب زهري؟ بيك اب 2019 زهري. ما تفضحونا هون عشان نقدر نفوت جوا ونشوف سيارة الأحلى. بس حبيت أورجيهم بيك اب زهري. كثير بومباستيك.